أستاذ مصطفى أحمد حسين تنقسي وما ادينا حقها تنقسي والله ما ادينا حقها. هذا الرجل يحمل كثير من الأسماء ما زمننا وزمنه كذا، لكن الباب مفتوح له في أي وقت يقول أنا داير أجي أتكلم. مرحب بك يا أستاذ مصطفى أحمد حسين. من تنقسي مشتوين يعني من الخلوة ذكرتها دي؟ نعم. ابتدائية وطوسطة وثانوي بعدين الجامعة. الجامعة. أيه. وأصغرنا في الخرطوم. وين؟ في خرطوم في سجانة. يا سلام. أيه. يا سلام. يا سلام. كنت مع. طب تنسى تاني دي. دي ما أصلاً. كنت مع عالم من أعلام وده أنا أقوله بكل أمانة، كنت عالم من أعلام الصحافة حسن مجمبر. يا سلام. أيه. وهو هو يعني اول من اصدر كتاب الثوره في عام ايام العبود، ثوره في عام يعني. نعم. وجريده التلغراف، جريده التلغراف من الجرائد المشهوره اللي. نعم. اللي وعشت حياتي الاولى تحت رعايته. نعم. حسن مجمر طه. وين في السجانه؟ وين السجانه؟ في قلب السجانة جنب ناس جنب السوق جنب حسين ناس حسين وجنب العازف الله جابه عبد الفتاح الله جابه. نعم. ما زال عبد الفتاح ينبض بالحياة، ما زال عبد الفتاح من يعني هو تربطنا معه الأستاذ مصطفى مجمر. أيه. مصطفى صديق شخصي لعبد الفتاح يعني. أيه. ودائما عبد الفتاح يتكلم عن تنقسي وعن عن حسن مجمر وما زال من اوائل الذين يعني يعزفون كمان يعني. نعم. أيه. واخوه علي، لكن عبد الفتاح ما زال شابا في 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 عزفه وفي عنفان حياته رغم عامل السن. أيه. ولكن لو لم يتغير عبد الفتاح ما زال موجود. وانا لو سمعت يا استاذ عالم عبرك انت انا احيي هذا الهرم، هذا الهرم الذي يملا السجانه بكل معانيها يعني. ده تزور. نعم. سطر لنفسه تاريخ طيب. نعم نعم. عبد الفتاح رجابه. ايوه. ما ذكر الفن السوداني الا ذكر عبد الفتاح رجابه. بس لك واجد تتخير. ايوه والله كتخير. كتخير يا الله جابه يا صديقي العزيز يا ابن السجان الوفي. يا سلام يا سلام عليك. يا سلام يا سلام يا سلام عليك. تفضل استاذ. ذكرتنا والله. لا والله يعني حسن مجمر يعني استاذ عالم يعني من اوائل الصحفيين يعني كان مشهور له يعني. رغم سنين كنت يعني كنت أستاذ، كنت مدير مدرسة أساس صحيح. وتم اختياري من ضمن كوكبة من المعلمين لليمن. ذكروا أذكر يعني أيه. في من أخوانا في مدرمان وشاعر عثمان عبد الرحمن يعني شاعر أديب وده من ألف قصائد جميلة يعني. عنده قصيدة قدمها حتى فن الميري كان جاء في احتفال في مارس ثم احتفال في أغسطس قال له كجيناك قبل ما يحول على الحول بيتذكر وكشناك فرع زيتون من الدخدر والأخدر يزيد وما بيكمل لأنك ذو ضمير صافي ولأنك أبيض النية عشان حققته وما فضلته طريق من مدينة بالسودان مشرف في الرهد رويان تلفزيون في النيل الأزرق وتلفزيون في النيل الأبيض وجامعة في الخرطوم بتقري وجامعة في الجزيرة توري وكل ما القطر صفر نسمع في الجموع تهدل سلوا بس عليه جعفر سلوا بس عليه جعفر سلام من أحلى من سكر سلام أصل من سطر ولا وارد على البصور سلام بالحد بلدنا هناك ليه حد الباب الطول ليك يا جعفر الميمون دي قصائد نبع من القلب بسيطة في كلمات عميقة في معانيها عميقة كان في معانيها صح. وعشقنا جعفر النبيري بأخلاقه بعطائه بتواضعه وكان القصائد كلها يعني اللي كان بتتقال يعني كان بجنبه تلقائي من
ندبنا. سبحان الله العظيم، شجاعته. نعم. أخلاقه. البلد كانت طيبة. نعم نعم حقيقة. وأصل ما البلد طيبة في زول. قلت كلام زي ده يا أستاذ. الحمد لله. رخية وبرد. ما في هموم وما في الناس ما مهمومين ما مشغولين. شايفين الأشياء ماشي قدام أيوة. قدامهم. أيوه. قال لي يا نسيم العزة فوحي. أها. بعظمة إنجازنا بوحي. رشي بيطيب السرانة واحكي عن رهد البطانة. بالحقيقة ما يجانا وحقق أحلامنا السعيدة. يا ما كانت أحلام تداعي في خيالنا. أحلام كانت تداعي في خيالنا. بالحقيقة ومش القويمة صارت حقيقة. الحمد لله. وحقيقة يا أستاذ العالم بالعزيمة والقوة الإرادة بس. صارت حقيقة يعني. بس 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 العزيمة يا أستاذ. نعم. عزين عزيم بس. متمنين نمسح من نفسنا يا أستاذ مصطفى الحزن ده والكآبة دي. نعم نعم. والفتور ده من نفسنا أبدا. يعني عايزين نشعر نحن كويسين يعني نتبسم صح. نعم. نضحك صح ونتكلم صح. نعم. ونبكي صح. أيوة. البكاء ده ما صح يا أستاذ. نعم. تعبير عبير. عبير. نعم. أقول يا جماعة أخوانا أقول يا أستاذ معقول شعب السودان يكون يصل هذه الدرجة يعني؟ ما معقول يعني. لا أيوة. معقول ازيك زملائك ازيك في عمرك وفي نشاطك وفي همتك دي كاتمين نفسهم كده قاعدين ما يجوا يتكلموا. أي والله يصير الدرر دي في درر. والله يا أخي ده أيوة. كله ده كله ده كله كل يعني من بعد الله سبحانه وتعالى يعود ل ل ل لقلبك الصافي اللي أنت يعني مكسب لهذا السودان. والله مكسب يا أستاذ عالم لهذا السودان. نجد معقول نجد قامة زي قامة أستاذ عالم يزرع هذه القيم وهذه المبادئ وهذه الأخلاق وينشر هذه الدرر للشعب السوداني عشان نحفظ الود للآخرين. نتمنى ذلك والله. نتمنى نزيل من كل صدورنا هذا الحقد وهذا الألم وننفتح على العالم. وإحنا مشهورين على مستوى العالم يعني. يعني حتى من شادي يا أستاذ عالم لما انتقينا وسافرنا اليمن اليمنيين بيسألوا هل السودانيين بهذه الطيبة؟ هل أنتم بهذه الطيبة؟ يعني كان يعني ولو تحدثت لك عن اليمنيين أستطيع أن أتحدث بملء القلب بملء القلب وليس من الفم. أنا قضينا سنوات في اليمن في مدينة تعز في جبل اسمه جبل حبشي وأشهد الله على ذلك يعني. اليمنيين نزلنا كنا أول سودانيين جينا اليمن أول سودانيين. حتى من الأشياء الطريفة كان بيجي يشوفوا هل جسمنا ده هل دموية دي ولا السواد ده من وين يعني. هل بيسألنا يعني. وعيشنا معهم اليمن اليمنيين يا أستاذ عالم. وأتمنى أنه اليمن تعود اليمن التي عشنا فيها وتزول هذه الآلام التي يعيشها هذا الشعب الحبيب إلى قلوبنا. والله يا أستاذ العالم أنا قضيت 5 سنين في اليمن مر بي أعوام في تعز لم لا أذكر إن إحنا كنا بنصرف قروش ملين واحدة عشان نجيب أكل. يجيك الصبوح الفطور الصبوح الروح. أيوه. الغدا ما تيسر لليمن يقول أيوه. يجيك الصبوح من البيت يجيب لك الفطير من البيت وبارته ويتنافس الطلبة في من يقدم الفطور للمعلمين اليوم. الغدا ما تيسر يعني زي ما تتغدى والغدا برضو يجيك يعني. يعني كان اليمنيين على مستوى اليمن كله كان يتولوا الإشراف الكامل على معلمي السودان والمعلمين من الدول الثانية يعني المصريين والفلسطينيين. كان الأحباء اليمنيين يصرف على هؤلاء المعلمين. ليت العالم يعطي هذا الشعب حقه. ليت الدموع اللي تزرف الآن في اليمن دي تنتهي وليت السحاب الضباب التي تظلل اليمن تنخشع ويعود اليمن الذي عرفناه اليمن الحبيب اليمن اليمن الكرم. وأنا خليك كرم الكرم خلق ليكون في اليمن. يا سلام. اليمن أساسا لو سألنا الكرم من أنت يقول أنا اليمن. يعني قال الحكمة يمانية حقيقة فعلا يمانية لكن الكرم يمني يا أستاذ العالم بأمانة والله هذا صدق. نعم. صادق كلامه صادق.
يلا حسن لا شوف تنتبه لا شوف ولا ايوه الدنيا طم اريتك تبقى طيب انت انا البي كله عين. يا سلام يا سلام ايش حق الدنيا ها حق النعام دي ما حق النعام دي ما حق النعام ما حق النعام لكن النعام ادى بصور جميل يعني ادى غالي كله ممتاز يعني نعم طوال استاذ طلب النعام ادم نعم خلاص احنا لا شوف تنتبه لا شوف دي نهديها نحن لبرانا كده يعني ايوه للناس لا بتكرر والله لكل مستمع والله لكن نعم هذا ده مطلوب من الاستاذ مصطفى علم معلم الاستاذ مصطفى احمد حسين مرحبا بك وشرفتنا اليوم في استوديو الاذاعه الطبيه معنا الصديق العزيز زميلنا حسون وبارك الله في مدير الاذاعه مصطفى عم الصديق الذي أشار إلينا عليك فأشار إلى شخص إنسان عظيم يحمل حب والوفاء طيب الله يخليك يا أخي الله يخليك يا أخي في زمن عز فيه الوفاء نعم والله الآن إحنا حزين الوفاء وين الوفاء يا أستاذ وين يا أخي وين الوفاء شاف السودان يحلى السودان يحلى السودان أقص على مع زحمة هذا اللقاء الجميل لم أذكر لك رمز من رموز تنقسي رمز يتحدث عنه العالم عمر بليل عمر بليل بروفيسور عمر بليل نعم مدير مستشفى سوب الجامعي يا سلام عمر بليل يا سلام عمر بليل عالم من أعلام تنقسي يعني من الذين زرعوا القيم في تنقسي وزرعوا المبادئ في تنقسي عمر بليل يعني مشهود له ودكتور مدن بن عوف العطا يا سلام اللي من مدير الان مدير مستشفى في الامراض الجلديه مدن بن عوف العطا برضه من الاطباء المشهود لهم في السودان يعني ما زال يعني يعني مشهود له يعني ما دكتور مدني يعني ما زال يقدم الكثير والله في تواضع ما انت يعني جماعتك الايام بدكتور مدني بن عوف الا تولى امرك وحس امره امرك ده يهمه ويتولى علاجك دون مقابل والله شهد الله دون مقابلات ده دكتور مدني بن عوف العطا يعني هذا الرمز انا نحيي دكتور مدني تحية خاصة ونسأل الله ان يعينه ليؤدي هذه الرسالة العظيمة التي يحملها يعني إن شاء الله يستضاف في هذا البرنامج بإذن الله تعالى نعم. احنا ما بندعي أن احنا بنعرف الناس كلها نعم أبدا أنا شخصيا ما بدعي أن أنا بعرف كل السودانيين كلهم أعلام نعم نعم كلهم أعلام لكن الكلام على الآخرين اللي احنا زول علم يأشر عليهم يا سلام يا أخي مرحب بهم نعم أنا علي الاستضافة هل بعرفه بجيبه مرحب به ايوه ما بعرفه الاخرين يجيبوا له يا جماعه احنا ما قلنا لا يا ريت لو عندي عربيه كنت اجيب من بيته يا دانا والله الله والله ارجو من المستمعين ان يقفوا عند هذه الكلمات وان يتاملوها هذه الكلمات نادره والله حقيقه نادره من منكم يتحدث بهذه ال 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 ال, ال الأريحية وبهذا الصفاء وهذا النقاء علم يمثل النقاء والصفاء والتواضع تواضع أهل السودان يعني علم ده أقول والله بكل أمانة يعني كوني ينادي بأن يجلس في هذا الاستوديو من قدموا للسودان عطاهم وإخلاصهم هذا نادر يا أستاذ علم أنا أسأل الله أن يعينك وأن يثبت خطاك وأن يجعل كل في ميزان حسناتك وأنت تبذل هذه القيم لهذا الشعب الطيب هذا الشعب العظيم الشعب السوداني العظيم بكل هذه المعاني يعني هذه الثورة التي شاهدها العالم أجمع العالم بأن هذه الثورة الآن التي بدأت تسهر بوادرها العالم يتحدث عنها ثورة قام بها الشباب نعم. شباب السودان نعم. الشباب الواعي النير واللي ضحى بنفسه دل أبناء الشعب السوداني ده كلام صح نعم أبناء الشعب السوداني الكريم نعم. هم قاموا بهذه الثورة نعم ونمني أباهم علم ده لو كان لقينا زي علم واحد تاني
البلد تمشي اللي قدام والله بأمانة بكل الصدر والله والله كرم. والله احنا عايزين، انا شخصيا عايز ما يتحدث عن، مش عن نفسه، انا ما دارت اتكلم عن نفسه، اتكلم عن ناسه. ايوه نعم، انا شرط الاساسي في الضيف اقول له اتذكر الوف التعليم معاك، اساعدوك، اصحابك، جيرانك، اهلك، بلدك. ما تجيني تقول لي والله عندي شهاده بالشهاده وعندي الاسانس وعندي بتاع، ده ما دخلنا. انت عندك ده جهدك انت، جهد ربنا الاكرم به المعاق دين، اساعدوك دين منو؟ الرب سخرهم لك. اذكرهم بالخير يا اخي، فلان وقف معاي، فلان ساعدني، فلان جرى معاي، فلان تعب معاي كده. ده دايرنا، ده داير الاسماء ده. والله اتمنى استعلم انا اكون يعني قدمت لك جزء من جزء يسير جدا من من من, من الذين لهم في قلبي مكان المعزه، سواء في تنقس الجزيره او فينا في الخرطوم. هؤلاء الاشخاص اللي ذكرتهم لهم معزه خاصه عندي، يعني معزه خاصه. يعني انا ما زلت اتذكر يعني من الشخصيات اللي له اثر كبير في حياتنا، عبد العال المجمر. هذا الرقم يا استاذ علم من الارقام الحبيبه والعزيزه الى قلوبنا. يعني كان رغم انه غادر هذه الدنيا سريعا، ولكن بذر قيما ومبادئ، وكان قاد السكه حديد. كان مسؤول من الاعلام في سكه حديد، وكان طبعا هو يعني راجل هلالابي وانا مريخابي. وكنا دائما نلتقي كثيرا جدا مع اخونا طه البشير، ربنا يمتعه بصحب الصحه والعافيه. ودائما هو طبعا طيب بينحاز لعبد العال رحمه الله لانه هلالابي وانا مريخابي، ما بنحازهم يعني. فكان دائما يعني تعلمنا منهم ادب النقاش، وتعلمنا منه ادب التهذيب. يعني كنا نستغرب ان نلقى صراع وبين الهلالاب والمريخاب، وين امثال عبد العال المجمر، وين امثال طاع البشير، وين ننزل. يعني اتمنى انه وانا بنادي والله بيسيب علم ان ان نبذر في نفوسنا زي ما قال استاذ علم الطيبه والتسامح والتعامل الطيب الكريم ان شاء الله. استاذ مصطفى احمد حسين، احنا سعيدين معك والله اليوم. انا اكثر سعاده، وما زال الزمن معانا يعني. تفضل، تذكر بان الذكرى تنفع المؤمنين. نعم نعم والله حقيقي. تذكر والله. استاذ نعم، احيي في قلوبنا عناوين. نعم نعم والله، المحبه والتعاون. نعم نعم، السودانيين دي عدنا نرجعهم تاني. نعم معلش والله، الفات نعم، لكن طالما ربنا ادانا السلام. نعم يلا والله. لا انا سعيد جدا اشكر لك يعني في المجلس الافريقي. قبل المجلس الافريقي ايوه، يعني في كان ترابط اسري عميق جدا بين اسرتنا. يعني الوالد رحمه الله احمد حسين عبد النبي كان تربط صداقه حميمه جدا مع اخوانه، مع عبد الرازق حسين وحسن حسين. اول يا استاذ علم من ابتكروا بحضور عبد العظيم حسين تجمع الاسره. هذا تجمع تلتقي الاسره كل جمعه في بيت من البيوت، غرامة 34 واحد من الشباب من الكبار. نعم. ويناقشوا مشاكل الأسرة والاحتياجات الناس، والمحتاج منه، والعيام منه، والداي يتزوج منه. ده كان من أفكار الوالد أحمد حسين والوالد حسن حسين والوالد عبد الرازق حسين والوالد الحبيب أبريم أحمد حسين. ده التجمع اسمه تجمع الأسرة، وما زال في العالم هذا التجمع موجود. وأنا سعيد إن شاء الله يوم أوجه لك دعوة لحضور هذا التجمع. ممكن يعني احنا كل جمعه بنلتقي بننتقل كلنا الى الجزيره، الى نلتقي هذا الكم و30 رجل الى نجلس في بيت اسماعيل حسن حسين مدير جامعه الجزيره. الله، في كرم في بيت اسماعيل حسن حسين. هذا الشيخ شيخ اسماعيل، شيخ وتربوا الاسلاميين على يده. اسماعيل ده نموذج نادر للاسلاميين، وليت اخواننا الاسلاميين يكونوا بقامه اسماعيل حسن حسين. بنجلس باسماعيل نناقش مشاكل العائله ونضمد الجراح، جراح الاسره. اي مشكله تعالج في نطاق الاسره بكل الود وبكل الحب وبكل الصفاء.
وتعالج، ومهما كان الأمر يعالج في نطاق الأسرة. دي أسرة حسين أفندي. وأفندي قد يتساءل أنت والمستمع، أفندي جاءت من مين؟ أفندي جاءت نتيجة جدا حسين أفندي عندما جاء إلى مع تركيا، وكان هو المسؤول الذي يقوم بكتابة الاتفاقيات التي تتم بين الحكومة التركية ومع السودانيين، وحفظ لكل السودانيين حقوقهم في الزراعة. يعني أي خشوا أي منطقة بتاعت أراضي زراعية عشان حق الناس ما يقضي، كان بيقوم حسين عبد النبي ده بيسجل هذا تحت رعاية الحكومة التركية. ولذلك ما زال اسمه موجود في كل زون من الشمالية يذكروا حسين أفندي. وعلى هذا الناج صار عبد العظيم محمد حسين، وصار إبراهيم محمد حسين، وصار محمد مصطفى حسين على هذا الدرد النير الواضح. في دنقل في أسرة الأفندي؟ نعم، في دنقل في أسرة الأفندي. نعم أي نعم أيوة يعني هذه الأسرة ممتدة ممتدة، ويعني جاء في تنقسي وجاء في الجزيرة، في ما زالت الأسرة اللي موجودة في الجزيرة في مدني في منزل إسماعيل الشيخ إسماعيل حسن حسين، ما زال علم من أعلام العمل الإسلامي في السودان. نعم ده نموذج. نعم. يعني الواحد سعيد يستعلم يذكر له. فشابك أنت نعم. أي كلام فيه ترابط أسري يا أستاذ مصطفى؟ نعم مرحب به. أي والله إحنا عايزين نرجع بالسودان ثاني للزمان. أي والله أي الزمان زمان الأبد الأسرة على الأسرة يقعد المرة تقعد الولد تقعد الأولاد جنبها، الراديو مفتوح مرة الرياض شغال، يتغدوا مع بعض الأبو الأم الأولاد قاعدين يأكلوا يتغدوا، يقوم الرجل يمشي يصلي يرقد ينوم يمشي الكورة. أيوة يمشي زيارة المستشفى. عايزين دحنا في مقاس على احنا محتاجين لي تطور مدني. نعم محتاجين لي صين الغداء يا أستاذ. نعم شنو يعني التطور؟ يعني سندويش وطلع. لا يا أخي رجعونا رجعونا للزمان بالله عليك الله رجعونا صينية الغداء لو سمحت بالله. أي بالله تذكر العالم يعني صينية الغداء بنجي شايل لي الصينية حقة الغداء، ويقعد الوالد ويقعد جيرانه وفلان جاب غداء وده جاب غداء، والأكل ده كله كبوه في الصينية ويأكله ويسمعوا الرادي. الرادي أبو صندوق ده يسمعوا الرادي وينتظروا عشان يسمعوا نشرة تمانية لأن في أخبار الوفيات. نعم. وتلقاهم جالسين في شكل دائرة ونحن نكون واقفين نستمع لهم. زي ما قلت العالم والله آن الأوان نحن كسودانيين نعود بهذه السيرة. أتمنى كل بيت سوداني الليلة يستمع إلى هذا الحديث الطيب والسلام. ليه ما نجلس مع بعض؟ ليه ما نتغدى مع بعض؟ حكاية السندوتشات دي تنتهي من حياتنا. زي ما قال العالم ليه ما نعود تعود الصينية بتاعت الغداء، يعود فيها الملاح وتعود الكسرة وعود. ما ممكن يا أستاذ العالم؟ ما ممكن. كيف أستاذ؟ ممكن جدا، ممكن جدا جدا. أيوة مدام في حبوبة. أيوة في جد قاعد، في أبو كبير قاعد. نعم الآن فقدنا يا أستاذ، فقدنا الأب الكبير الجد، فقدناه. نعم. منو الكبير السياسة يا أستاذ؟ والله لو في كبير عندنا كبير على ما يحصل حصل السودان ده. نعم والله لا كبير في الرياضة، لا كبير في السياسة، لا كبير في الدين، لا كبير في المجتمع. ما في حقيقة. وين الناس يا جماعة الكبار يا أخوان؟ أي والله ما شوين. وأنا من قال ما عنده كبير يشتري له كبير. معقول يا جماعة؟ يشتري كبير. معقولة يا جماعة؟ وموجود الآن الناس الكبار ده موجودين في كل أسرة سودانية، لكن ما موجود يا سعام ما مدينه حقهم. يعني أنا الكبار أتمنى إنه كل أسرة تراجع نفسها ونعطي أبانا وأهلنا ديل حقهم الأدبي. ولذلك أنا والله أتمنى وده يعني أقوله والله بكل صدق، أتمنى من كل الأسرة السودانية الحبيبة إلى قلوبنا أن تفكر في التجمع الأسري تقوم به أسرة حسين أفندي. وأنا بوجه الدعوة والله لأي واحد يستمع لي، عندنا تجمع في كل شهر في أسرة حسين أفندي. تعالوا أقعدوا معنا في بيت إبراهيم محمد حسين، في بيت الطاهر محمد حسين العالم من أعلام الأسرة، في بيت الدكتور محمد المختار حسين، ده رجل من له وزن يعني في
يعني هذه الأسرة الموجودة يا ريت لو أي زول الظروف سمحت له يحضر معنا اللقاء العقد يوم الجمعة ونشوفه. حتى إحنا الآن يعني أخونا الطاير رحمة الله ربنا يديه العافية ونادى بأنه الناس الكبار جيبوا الصغار، بنجيب أولاد الصغار أيوة يتعلموا يشوفوا الصغار ده يقعد يشوفوا التجربة دي. أيوة. الآن كل واحد بيجيب أولاده، تلقى أولادك قاعدين يتفرجوا يحضروا، شايف ده عم فلان ده عم فلان ده عم فلان، قال لهم دارين إحنا العمر ما مضمون لنا، حنغادر هذه الدنيا، أنتوا تظل هذه الفكرة الجميلة تقوم بها أنتوا. الآن لو جيت العالم وحضرت أي تجمع لهذه الأسرة تجد الشباب واقفين عشان يغسلوا لأهلهم يدينهم، واقفين الغدا لحد ما يكرموا الناس. وإن شاء الله يعني أتمنى أنك إن شاء الله يعني من ضمن النماذج الطيبة. أيوة. عندنا ابن الطيار اللواء حسين محمد سمع حسين ده طيار ولواء ولكن متواضع، تجده بجلابته بعراقيه وبسروال طويل يستقبل الناس ويكرمهم. فأتمنى أنك يا سعالم وأنا بوجي لك الدعوة، والله الدعوة تحضر معنا هذا اللقاء وتشاهد هذا التجمع وعبر ننقل هذا التجمع لكل أهلنا في السودان. أنا أحب أطمنك أنه في بذرة دي مشتولة الآن في المجتمع السوداني. نعم. الأسرة يعني الأسر تتجمع الآن لأنه شعر أنه لازم تحر تاني، لازم تعرفه. نعم حقيقة يعني والله تفكه ما ينفع، يعني تفكه دي ما تنفع كده. وأستاذ مصطفى يعني كلامه حلو ولسان رطب يذكر الله. أيوة. ده كان تقول ده إله الكلام ده، ما كلام ساكت. نعم. كلام خلاوي. كلام قرآن. كلام حيران. الزول بتكلم عن كذا وعن قرأ قرآن. نعم. قرأ قرآن وسبح وكتب خلوة كتب شعر سجانة تنكسي كلهم أحبابك دي. هل حاولت الشعر؟ والله أنا حاولت أقوله بكل ثقة وبكل أمانة، أنا كتبت الشعر في عهد مايو وأنا مايوي. نعم. ويسمعني يسمعني الكثيرين من الناس مايو، كلمت عن مايو وكنت أحجع في اليمين ده حب عجيب يعني. نعم. فكتبت عنه يعني وكنت جيناه قبل ما يحو على الحور عهدناه بتسكر، وكتبت له يعني قصائد يعني ما زال كثيرين بيذكروها يعني سيم العزة فوحي دي كلها من القصائد اللي كتبت عنه. وبعدين يعني وكان بتغنى كنا بغنوها وكنا بجانب كان بنغني صهي كنار وضع يمينك في يدي وضع المزيع وصهي كنار. أيوة. وبعدين أمتي أمة الأمجاد والماضي العريقي. نعم. دي من الأناشيد اللي كنا بنغرسها في عهد مايو للجيل يعني. نعم. أمتي ده كان النشيد الرسم حقنا. أيوة. أمتي أمة الأمجاد والماضي العريقي. نعم. يعني شو كان هذه الكلمات العميقة وسط العالم كنا بنخلي الأطفال دل يعيشوا هذه الكلمات وهذه المعاني بالحماس ده والمحبة. نعم. دي. نعم. وهذا اللطف لابد تكون تذكر كلمات العميد الأستاذ الكبير الوزير عمر حاج موسى الله يرحمه. نعم. كلمات حلوة دي محافظة حاجة والله. أنا كيف يا أخي أنا أتذكر يعني خطبة الأخيرة. أيوة. لما انتهى ومنا انتقل إلى رحاب الله، هذه الخطبة لي أنا عشتها بكل الحواس يعني قال للسيد الرئيس عنك أنت يعني أزلت يعني حتى أعدت الهلال وأعدت المريخ. أيوة. أعدت الهلال وأعدت المريخ وزرعت هذه القيم السمحة الجميلة وبنيت لنا قيم وأخلاق. أيوة. بنيت هذه القاعة الجميلة. نعم. هذه القاعة الجميلة. أيوة. هذه القاعة. أيوة. الجميلة. أيوة. وبنيتها سيد الرئيس يعني عمر حاج موسى اسمه يندر أن يجود الزمان بمثلي يعني. أيوة. يعني أنا أتذكر يعني كلماته كثير يعني عشنا مع عمر الحيموس يعني. يا سلام عليه. أيوة. عليه الرحمة. بعدين الشخصيات السياسية اللي تطلع مثلا ما عندك قرب منه ممكن ترى الأستاذ وكذا المعلمين يا سلام في الخمس دقائق الأخيرة دي كانوا عن المعلمين الأساتذة
مثل افريقي. والله انا والله انا اشكر سيد العالم، هذا هذا كلام امين وصحيح. الميزة افريقيا يا سيد العالم يعني قدم للسودان نماذج نادره، يعني عندك عوض الكريم عبد الرحمن الحسن ده من اميز معلمي السودان. نعم، هو اللي على يده قام المجلس الافريقي للتعليم الخاص، ومعه عمر استاذ عمر برضو، عمر حتوم يعني برضو وقف الايام، ثم جاء سعيد الحسين عبد الرحمن، وجاء بعده احمد اللمين عبد الله الدولب ابو الشهيدين. هذا الرجل المتواضع الدولب ده عن الاشياء الجميله فيه، كان مدير عام المجلس الافريقي، ما يعني جاء اي انسان طرق مكتبه وذكر له ظروفه والا يجيب له مجانا. مشهور احمد اللمين عبد الله الدولب، مشهور طبعا بنته مشاعر. لا مشاعر الدولب. نعم نعم مشاعر الدولب. نعم. يعني ده رمز. الان المجلس الافريقي ينضح بالكثير من اسماء الجميله، فمن ضمن يعني انا الاسماء اللي ذكرتها هذه هي رموز للمجلس الافريقي، عمر حيتوم واسماعيل حيمو اسماعيل وسعيد الحسين عبد الرحمن دل. والان المجلس الافريقي في رحابه نماذج من المعلمين، في الاستاذ علي العبيد، علي العبيد محمود من اولاد من رواوه، الان مدير مرحله الاساس، رجل ينضح بالعطاء طيب ويذوب عطاء. يا سلام. يعني ما زال موجود يقود المرحله، في الاستاذ بابكر والاستاذ صديق دل الان بيقود المجلس الافريقي، يعني قياده واعيه جدا. وسعيد اني اقول لك المجلس الافريقي الان من المؤسسات النادره في السودان، يعني وانتشر على على على, على مستوى السودان يعني. وفي مجموعه طيب، في الاستاذ بخيت ده مدير المرحله الثانويه برضه من الناس اللي يعني يعني انتقل بالمجلس الافريقي يعني الى رحاب المشاهد الجميله. في خلقنا مع الشيخ علي المجذوب، شيخ بتاع المجذوب المجذوب ودي في طرف هنا احكي لك يا عز. وسعيد اقولك مشينا انا ودكتور سعيد الحسين لقيام مدرسه في بورسودان. نعم. وكان عندنا مشكله فيها، اخترنا مدرسه في بورسودان وكان مدرسه غاليه ب10 مليون، وعين مجذوب قال ما بدي اقول انتم مؤسسه استثمار تدفع قروشها. ايوه تدفع قروش طوال الان يعني. صح. فقال خلاص نمشي تبشوا الغداء في القاعة وبعدك زو. لما ركبنا معاه في العربية سعيد قبل قال لي يا أخي عالي الموجود ده شيخ عرب بيحب الشكر، إذا قدموك شكروا أديه رشة بسيطة كده دخل. لكن أقول لك قال لي خندونا اسماء يوديل الكلام ما بروح منكم. وصلنا القاعة. نعم. قعدنا في القاعة كده والسلام طوالي المذيعة قال سعداء نقدم الأستاذ مصطفى حسين مدير العلاقات العامة والإعلان في كلمة ترحيب بالوالي. طلعت لفوق والقاعة مليانة صعبين، قلت له يا شيخ العرب قلت أنت من قبيلة البية والبية هي السودان. نعم. فثورة عندما عجمت العدالة اختار أنقاها عودا وأصلها معدن، وكنت أنت والي لهذه الولاية، وجينا إليك عن يمينك أخي الدكتور سعيد والذي كان هنا محافظا، لكن كان محافظا للقيم والأخلاق، ولكنك أنت الآن أكثر حرصا منه على قيام مدارس المجلس الأفريقي، واخترناك واليا عليها وأنت قد قبلت. صبر. واخترناك قاعة مشرفة عليها وأنت قد القاعة صفت بالتصفيق. أخي الوالي تتفق معي اتفاقا كاملا أنت والجالسون في هذه القاعة، وجودك أنت في هذه الولاية جعل مياه البحر الأحمر أكثر عزوبة من ماء النيل. كان دق البطل وانا قال لي يا اخي انا قلت لك رشوا متطمسوا. وده كان علي المجذوب علي، وانا والله سلام. عبرك وحيي يا سلام وحيي علي المجذوب علي. اشتغلت هناك يا استاذ علي المجذوب. ايوه تعهد واشتغلت يا سلام يا اخي اللي زعت تحت وسوزان اسستها. ايوه الحمد لله زعت وسوزان. ايوه 96 99 ايوه اتاسست هناك 95. نعم الحمد لله وشهدت عهد يعني علي المجذوب. ايوه واخونا بدر خالد ادريس الله يا سلام يا سلام وعبد الحاصل الختم. نعم يا سلام. نعم ايوه يا سلام. اسماء يعني تنضح بتنضح بالعطاء يعني. هذا هو السودان. هذا هو السودان السودان. نعم عايزين نرجع تهندل
عزم تاني نرجعوا ثاني ديل. والله ممكن يعود والله. ديل. نعم. ديل قلتهم ديل. أي. في رقة رقة من عبد الحمص الختم. الله. في رقة منه حز عسكري. عسكري. رقيق. رقيق. نعم. لا شاعر لا كاتب لا عسكري لكن قلبه جوا حنية. نعم. ملا. بدو رخيص دريس. الله. بالبلد. نعم. يعني ناس وبرصدان عظيمة بأهل عظماء وهو معاهم والله. نعم والله. ما قالوا ده جاي من برا ولا. لا لا لا, لا. أيوة. بنينا هذه الإذاعة وهم معانا الحمد لله رب العالمين وخاتم فيهم ربنا سبحانه وتعالى. شكرا أستاذ مصطفى. الله يخليك. الله يكرمك. أنا والله سعيد. أسعدتنا والله. سعيد بهذه الجلسة الطيبة. وأنا أعتقد هذه جلسة محظورة. الحمد لله. وجلسة رحمانية. ملائكة الرحمن تحضر هذه الجلسة في حضرة الشيخ العلم علم الله يكرمك. وأنزل الله أن يجعل ده كله في ميزان حسناتك. آمين يا رب. وأتمنى كل من يستمع إلى علم أن يدعو له بالصحة والعافية. كل من يشاهد ويسمع صوت علم فليحمد الله أن من الله على السودان بعلم. بارك الله فيك أستاذ علم ومنتعك الله بالصحة والعافية. شكرا حسون. شكرا للأستاذ مصطفى أحمد حسين على هذه الساعة الطيبة الرقيقة الجميلة الوفية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه كل ما قيل في هذه الحلقة من دعاء للوحدة والتكاتف والتآزر والتآخي وعرض السودان إلى ماضيه ماضيه الجميل الناصع يحفظ السودان شعبه وأرضه ونيل النهر. يا الله. اللهم امين. يا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.